جهاز التجفيف هذا بالأشعة الحمراء يجفف المراتب، المقاعد، الزل بعد غسيلها. طبعا في كثير من الأحيان تضطر أنك تستخدم موية كثير، استخدامك للموية والشامبو بعض الأحيان ما يجف السطح المنظف بسرعة، فهذا الجهاز يعمل بالكهرباء ومتحرك زي ما احنا شايفين على عجلات، وتنزل الشمعات على 180 درجة، يعني تنزل إلينا الأرض وتطلع الفوق، ويمكن التحكم في الشمعات، شمعة اثنين ثلاثة، وتشغل الشمعة الأولى الثانية الثلاثة والثلاثة مع بعض، ما عندك أي مشكلة. طبعا فيه له تحكم، زر تحكم وزارير في الخلف تتحكم فيها. طبعا ميزة هذا الجهاز انه يعقم الزل، السجاد، الموكيت، مراتب السيارات بعد الغسيل، ويقتل جميع العث اللي داخلها وينشب بسرعة وما يسبب أي تعفن بعد الغسيل. وسعره حدود 8500، مضمون لمدة سنة، صناعة إنجليزية، ممتاز وحديث.